كل ما يريده ذانت زين هو رؤية زوجته وأولاده مجدداً، لكنهم يشعرون بالعار لإصابته بالإيدز ولم يزوروه منذ إدخاله هذا المركز قبل 5 سنوات. مرض الإيدز يشكل وصمة عار في ميانمار، ويقول النقاد إن الحكومة لا تفعل شيئاً لتغيير هذا الواقع، وهذا المركز يهتم بثمانين مصاباً لكنه لا يتلقى أي دعم حكومي. من خلال الرعاية المناسبة ليس بالضرورة أن يموت المصابون. نتلقى دعما من بلدان مختلفة، لكن المصابين يموتون وذلك بسبب الحكومة. المركز يديره متطوعون من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارض، وهو كان من أولى الأماكن التي زارتها زعيمة الحزب أونغ سان سوتشي لدى رفع الإقامة الجبرية عنها في تشرين الثاني الماضي. يريدون إرسال إشارة تحذير إلى أونغ سان سوتشي بألا تتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني التي قد تواجه عواقب وتداعيات، وفي هذه الحالة الخاصة أي العيادات المختصة بالإيدز قد تحاول الحكومة البرمية تغطية فشلها في حل مشكلة انتشار المرض في البلاد. أما في مركز الأطفال المصابين بالإيدز فكثير من هؤلاء الأطفال تم طردهم من دور الأيتام الحكومية بعد اكتشاف إصابتهم بالمرض، والحكومة تدفع أقل من 2% من تكاليف العلاج، وجهات خارجية تؤمن تأمين المبالغ المتبقية، لكن تلقي العناية الطبية ليس السبب الوحيد في رغبة بقاء هؤلاء المصابين هنا، فهم يحصلون كذلك على الدعم العاطفي. المصابون هنا حاولوا تشجيعي، وهؤلاء الأشخاص يعانون مثلي، والناس هنا يحاولون مساعدة بعضهم البعض، ولم أعد خجولة أو حزينة أو خائفة. حتى الآن لم تمضي الحكومة قدما في تهديدها بإغلاق المركز، لكن الأشخاص الموجودين هنا يدركون أن ذلك يمكن أن يحدث في أي وقت، وهو أمر لا يستطيعون مواجهته.